السلام عليكم، وياكم احمد في برنامج ويش يقول. وسؤالنا اليوم، كنت تغش في المدرسه قبل لو لا؟ ليش اذا ايش ما توهقت في الانجليز؟ ايه في العلوم تغش شوي؟ لا ولا مره. ما تتصدق بعد صراحه؟ لا ما اغشش، لا غش ولا غشش، الاول ما في شوي خفيف كذا. ايش اذا ايش ما توهقت في سنه من السنين ما غشيت؟ ايه انا ما كنت اغش. شكلك شاطر. شاطر؟ لا مو شاطر، يعني ساعات في الانجليز، ايه في العلوم شوي لواجه شويه. واذا ما غشيت ما بتنجح؟ لا ما بنجح. لا تلبس نظاره انت؟ ايه. بين عليك شاطر. اوكي ولا مره. رفيق انت في المدرسه بعد؟ اخوي. اخوك ما يشبهك بس مو مشكلة، شكلكم شطار. لا مواجه، يعني كيف؟ لا بعد مواجه تغش بس مو فهنا. لو ما تغش بتنجح؟ ايه اكيد. لو ايش تغش عجلت بترفع المعدل؟ ايه لا لا اكيد اكيد اعرفك انا. تغش شوي؟ لا لا ما غش. ولا مرة غشيت؟ ولا مرة. اكيد اكيد. انت تغش في المدرسة؟ لا ما كنت اغش. كلش كلش ولا مرة؟ ولا مرة. ما تتصدق بعد صراحة. ما تغشي؟ قلت له خيبة يا غش. يعني هذا شاركت في العمل بعد خلاص مو مشكلة. مثل ما يقولون ساعات وساعات. تغش لو تغشش؟ لا ما اغشش. الغش حرام، من غشنا فليس منا. كنت مدرس وراقب الطلاب. لا قبل يعني ايام اللي انت وايش اسمه؟ لا لا ما نغش. اوكي طبعا. انزين هذا الحديث ينطبق على هذا الشيء لو في طبعاً. شيء غير يعني ينطبق. انزين من ما كنت تغش؟ لا ما كنت اغش. ما يصير واحد ما غش ولا غشش، ما يصير. يعني يقولون لا تحمل ما في داخلك على غيرك. غشيتين انتين من قبل؟ اوكي. على ابوش طالعه يعني؟ طبعا شطوره بالتين. لا اوكي. ايه تغشي؟ لا اوكي. ايه ما يصير ما يصير، ما تغش ولا تغشش، ما يصير. باي صف انت؟ ثالث. كم معدل؟ 99. لا يبين عليك صدق يعني. لا ما غش انا. تغشش؟ لا غش ولا غشش، الاول ما في. تكتب انت معرفتك يعني، تشوف الاول دراسه قويه وايد يعني بالنسبه للدراسه يعني. بس يقولون الحين اقوى يعني. الحين الكل يغشون، كل واحد يقول لك انا شقيت الامتحان شق. اكو واحد يقول ما غش منه يمكن واحد في الالف يعني. قبل ما تغشون، بس احنا الحين جيلنا هذا اللي مو زين، احنا نغش. مو مال الحين، بالعكس يقولون الحين مال الدراسة. جرب الحين الجيل مال شرب جقاير وشيشة. وقبل؟ قبل ولا واحد يشرب جقاير. اللي يشرب جقاير اللي يشطونه بعسقة. يعني ما عسقة؟ عسقة يعني من مالت النخلة، مالت خنيزة أقوى للضربة. شوي شوي بعد المفروض تقولين أول شيء لا. تالي إذا سألتش مرة ثانية تقولين إيه شوي. غششين لو تغشين بس؟ غشش. غش يعني كل شيء بتاع كله تغشين وتغششين. يا الله الله يوفق. مرة واحدة غشيت في المدرسة. بس مرة واحدة؟ غششت. أوه أوه. تلبس نظارة طبية أنت شكلها؟ لا. بس شاطر، بس تغشش ما تغش. غشيت يعني إيه، بس غششنا واجد الصراحة. قول مرة بس. إيه غشيت مرة. لا اتذكرها يعني. يمكن كان اخير سؤال، كلهم حليتهم بس اخير سؤال ما تعرفه. لا لا مو اخر سؤال، ما كان اخر سؤال. لا لا الدراز انت؟ انا تغش اكيد. تغششه؟ انا خلنا اول شيء نروح اشاش الغيري. يعني همي نفسي يعني. ايه ما اغش انا. اكيد اكيد. باشف عيونك طالع. شوف عاد انا شوف. ترمش يعني؟ لا لا ما غش. تغشش؟ نص نص. شاطر شكله؟ لا
شوي. بس ما تحب تغش؟ لا وش ان شاء الله ولدك يطلع عليك بعد ما ان شاء الله. لا بد من الغش في الامتحانات اكيد. يعني يعني لو ما غشيت، لو ما غشيت ما بتنجح؟ لا بتنجح، بس في بعض الاحيان الانسان لازم يفكر في الغش. انت تراجع وكل شيء، بس تعتمد على الغش، تعتمد ساعات في بعض الاحيان لو لاخر لحظه. انت حتى لو السؤال ساعات انت بتجاوبه صح، بعد تبغى تتاكد من الاجابه صح او خطا. زين لو واحد غششك كذي وواحد غششك كذي وما تدري وش الصح من الغلط، انظر الى الشخص نفسه. يعني اذا كنت تشوفه يشارك او شيء، هني اكيد انه باغش عليه يعني.